تنظم جمعية الشفاء للوقاية والبحث في السرطان المؤتمر الدولي الأول حول سرطان الرئة الذي سيعقد يوم 25 و 26 أكتوبر بمدينة إفران. هذا المؤتمر الدولي يعني الهدف منه هو سلط الضوء على سرطان الرئة لأنه يشكل مشكل حقيقي للصحة العمومية بالمغرب. أكثر من 6000 حالة مسجلة سنويا بالمغرب، أكثر من 5000 وفاة نتيجة هذا السرطان. فيعني الجمعية من خلال هذا المؤتمر ستسلط الضوء على هذه المعضلة، والمسألة التالية هو أنه سيتم يعني إخبار الأطباء المغاربة بآخر المستجدات العلمية والتقنيات العلاجية بحضور أكثر من 300 خبراء دوليين عالميين مشهود لهم بالكفاءة الدولية في علاج سرطان الرئة. عدد الحضور المتوقع بين 150 إلى 200 طبيب مغربي، أطباء مختصين في علاج السرطان، في علاج سرطان الرئة، جراحين، أطباء تشريح الدقيق، يعني جميع التخصصات ستكون حاضرة من أجل تسليط الضوء على آخر المستجدات. الهدف من هذا اللقاء وتبادل الخبرات، التكوين المستمر للطبيب المغربي، ويعني مسألة مهمة جدا هو الخروج بتوصيات وطنية من أجل التكفل بمرض السرطان. التطورات الجديدة اللي عرفها العلاج ديال سرطانات المسالك البولية، خصوصا وأنه كما تتعرفوا السنوات الأخيرة دوك مبقاش التطورات كنشوفهم بعد عشرات السنين، وإنما تنشوفهم كل سنة أكثر، كل شهر أو كل شهور كيكون هناك تطورات جديدة، سواء في العلاج الموضعي بالجراحة أو العلاج الموضعي بالأشعة، وأيضا العلاجات الدوائية اللي هي خصوصا العلاجات الموجهة وسكون أبل ثيرابي سيبلي الإيمونوثيرابي أو العلاج المناعتي. دونك التنظيم ديال هذا المؤتمر هذا فيه 3 غران شابيتر ولا 3 ديال المحاور. السرطان الأول اللي هو سرطان البروستات اللي هو كيشكل مشكل ديال الصحة العمومية عالميا وأيضا وطنيا في المغرب، لأنه هو سرطان ثالث عالميا عند الرجل من بعد سرطان الثاني عند الرجل من بعد سرطان الرئة. ودونك تيشكلنا تحدي كمعالجين أن احنا نشخصوه أولا في مراحل اللي هي في الأول ديالها باش نقدروا نوصلوا للنتائج اللي هي متفائله مع لا غيريزون ديال لو باسيون. ومع الاسف في لو كونتكست ماروكان او لا في المغرب كيتم تشخيص سرطان البروستات في مرحله اللي هي متاخره، ولكن كيبقى سرطان عنده حدود الشفاء، وخصوصا يعني بالتطورات اللي عرفها الدواء الموجه اللي هو لورمونوثيرابي او العلاج بالهرمونات اللي هما فيه كاتيجوريز كثيره، واللي هي حاليا عندنا لورمونوثيرابي دو دوزيام جينيراسيون اللي كتشكل تطور كبير واللي كتمكننا من ان احنا حتى المريض اللي عنده سرطان ديال البروستات وفي مرحله اللي هي متقدمه يمكن له يعيش يعني سنين وسنين، وكترجع على المرض ديالو كانه مرض مزمن اكثر من انه هو مرض قاتل كما هو معروف على مرض السرطان. لو كونسير دي لا فيسي اللي هو تعتبر سرطان الرابع وطنيا عند الرجل من بعد سرطان الرئة والبروستات والقولون او الكولوريكتال. هذا السرطان حتى هو دونك عنده مكانه مهمه لانه التشخيص ديالو تيتم مع الاسف في المغرب حتى هو في مرحله اللي هو متقدمه، لهذا كنبغيو نصروا ونحسوا خصوصا تحسيس المجتمع المدني على الاهميه ديال الوقايه، الا وهي التدخين والابتعاد عن التدخين، لانه هو لو فاكتور دو ريسك برينسيبال او هو العامل الاساسي في ظهور هذا السرطان. السرطان الثالث اللي غادي يتناولوا المؤتمر هو سرطان الكلي. سرطان الكلي اللي نسبيا كيتعتبر سرطان اللي هو ماشي شائع بزاف، ولكن حتى هو كيعتبروه تحدي بالنسبه لي لانه سرطان اللي ما كيستجبش في المراحل المتقدمه ديالو للعلاج الكيميائي العادي اللي معروف بلا شيموثيرابي، وانما كيتوجب علاجات موجهه اللي هما لي ثيرابي سيبلي والعلاجات المناعتي كيف ما قلنا كنقولوها ونعاودوها في سرطانات كاملين، لان هناك طفره في العلاج ديال السرطان حاليا وكيعرف تقدم كبير. لهذا كنتمنى
منا وانه حنا كمعالجين مغاربه انه نقدروا دونك نواكبوا هاد التطورات هادو ونوفروا للمريض المغربي هاد العلاجات اللي غادي تحدث واحد التطور مهم في لا بريز ان شارج دو كونسير اون جينيرال في المغرب. وطبعا واحد من الاهداف الاساسيه ايضا ديال هذا المؤتمر هو نشر هذه التوعيه هذه حول لي فاكتور دو ريسك ولا فورماسيون كونتينيو اللي هي الفورماسيون كونتينيو ديال الطبيب المغربي بشكل عام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.